نبتدي دايما بأن شعارنا هو الحب. بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فلنفقد من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. كنا بنتكلم في مدرسة الجيشتالت للعلاج النفسي، والنهاردة آخر محاضرة فيها، المحاضرة رقم 9، يعني خدنا فيها وقت كفاية، اتكلمنا عن حاجات كتير فيها قوي. هفكركم بس ببعض العناوين في المحاضرات اللي احنا عملناها في المحاضرات الأخيرة. قلنا إيه خطوات علاج الجيشتالت؟ بتتلخص في نقطتين أو كلمتين، اللي هما زيادة الوعي والتفريغ. طبعا دي القاعة بتاعتنا اللي ربنا يسهل ونرجع لها. قلنا ازاي بيبعدنا التفكير عن الواقع، وواضح في مريم ان التفكير بيبعدها عن الواقع كتير وبيخليها تخسر. ولما بيغلبها التفكير وتلاقي نفسها مش فاهمة حاجة وهي هربانة من الواقع تقوم تنام. فطبعا ده من الحاجات اللي مدرسة الجيشتالت يعني هي ضد التفكير والنزول دايما الى الواقع. اتكلمنا عن المحتوى العلاجي لمدرسة الجيشتالت في الصراعات داخل الشخص، القلق والدفاعات، اعتبار الذات، المسؤولية والشعور بالذنب والصراعات البين شخصية وما بعد الصراع الى الامثل. تكلمنا عن الصراعات الفردية والاجتماعية، تكلمنا ايه هو العصاب وايه هو الذهان، اتكلمنا عن دور الاحلام في علاج الجيشتالت، وقلنا ان احنا بنخلي المريض يذكر الحلم بالعناصر بتاعته ويمثل كل جزء ويعيشه. اتكلمنا ازاي بيعمل، كيف يعمل علاج الجيشتالت، وتكلمنا مواصفات معالج الجيشتالت ايه هي، وعلى اي اجزاء المخ بيشتغل علاج الايه الجيشتالت. اتكلمنا عليها، قلنا بيشتغل على تو هيمسفيرز، العوامل اللي بتغلق الابداع في علاج الجيشتالت، لان احنا قلنا ان علاج الجيشتالت بيعتمد على هنا والان. يعني انا وانا بعالج المريض في عقده حصلها له وهو طفل، انا بجيبها هنا في اللحظه دي واخليه ايه يعيشها، ومن خلال معايشته ليها في هنا والآن أنا بساعده في إنه يتحرر من العقدة دي. تسألنا إيه مين هو المريض المثالي وجاوبنا عليه، والسؤال بتاعنا النهاردة ما هو هدف علاج الجيشتالت؟ خبر الدكتور إحنا بقالنا فيه 8 محاضرات والنهاردة 9 ومعرفناش الهدف إيه من علاج الجيشتالت. الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني ابنه يعي انه بيهرب للتفكير فينزل لارض الايه؟ الواقع، مش كده؟ ويعي صراعاته الحاليه، ويعي اللغه الجسديه بتاعته ازاي بتعبر عنه. هنشوف ده. فالوعي بالبيئه وقدره التعامل مع البيئه دي، وهل هو بيهرب منها ولا البيئة بتخليه يلبس الماسك، ها، وتضطره إلى إنه يلبس الدور ده ويعيش فيه ويبقى عبارة عن إيه؟ طور في ساقية. وضربنا مثال على كده وقلنا اخلع غماك يا طور وارفض تلف، ما تبقاش عبد للإيه؟ للساقية اللي أنت بتلف فيها. واكسر دروس الساقية واشتم وتف، كسر قيودك. أم كلثوم في الأطلال بتقول إيه؟ أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا، آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي، مع احتفاظي بعهود لم تصنها وإلام الأسر والدنيا لدي. ملابسها ماسك ومكتفها زي ما هو لابس ماسك.
مسؤولية الاختيار، مش احنا قلنا انه بيتحمل المسؤولية، نخليه ينضج ويتحمل مسؤولية. ما فيش حاجة مفروض، ما فيش حاجة ايه لابد. في فيلسوف كان بيقول اذا كان لابد فلا بد ان تحذف من القاموس كلمة لابد. الوعي بالذات لتقبلها وبدل الايه؟ التغيير. ما ينفعش اقول زي مريم كده، ما انا مش انا سيئه، انا ما ينفعش، انا فاشله. ما ينفعش انها تاخد موقف انها فاشله عشان تصلح نفسها. لازم ترضى عن اللي موجود عشان تقدر بايه؟ وتنزل الى ارض الواقع وتعيشه عشان تطلع بيه. كيف يتحقق هذا الهدف؟ الهدف اللي احنا قلناه ده ازاي يتحقق بقى؟ بيتحقق من خلال الاستبصار. كل المريض ما يستبصر كل ما يقدر يصلح في نفسه، فبيبتدي يعيش خبرات حقيقيه مباشره وحاليه، ويلاحظ سلوكه فيبتدي ايه؟ يعدله، فما يهربش. واجهنا مريم بانها بتهرب، واجهنا ورده بايه؟ لانها بتفكر بطريقه الاول اور ايه؟ اور نون، فلازم تتخلى عنها. وواجهناها بيها في نفس اللحظه، يعني جبناها في الواقع. فهي كل ما تلاحظ سلوكها وتصرفاتها وتستبصر من خلال خبراتها الحقيقيه المباشره الحاليه، وده حصل في مريم، قصدي في ورده قدامكم حالا دلوقتي. الحاجه الثانيه التعلم ومراجعه التوقعات والطرق المعتادة اللي بيستخدمها المريض. دايما بتهرب مريم وتفكر وتقعد تضيع وقت في بلع ريقها، وبعدين تهرب بالنوم او ايه؟ بالتفكير. فبنخليها تراجع التوقعات بتاعتها، وهل هي بتحقق اللي هي عايزاه، ولا هي بتستخدم حيل هروبية ما بتوصلهاش لانجاز في الواقع. الوعي بالواقع من أحداث وعلاقات واستجابات. أنا وردت وردة إن استجاباتها زي استجابات الزواحف، ها؟ مش كده؟ وده يخليها تفوق إنها تتصرف بطريقة رد الفعل اللي هو الريفليكس، ها؟ عارفين الريفليكس؟ فهي بتتصرف بطريقة الريفليكس كأنها نوع من الزواحف، وده مش صح. أو بتتصرف بعقلية الثدييات اللي هو العقل الإيه؟ العاطفي، وده هيأثر على حياتها وبيخليها تأثر في الآخر بشكل سلبي. بيساعد المريض على الحياة الوجودية، بمعنى أنت موجود هنا والإيه؟ والآن، ما أنتش في الماضي ولا أنت في المستقبل. ده قلنا ده إجابة على سؤال كيف يتحقق الهدف من علاج الجيشتالت. السؤال اللي بعد كده كيف تتم ممارسة علاج الجيشتالت؟ يا إما فردي زي ما احنا بنعمل مع المرضى بتوعنا كده، نهى ومريم ووردة، أو في مجموعة. والمجموعة بتبقى أسهل كمان، لأن المجموعة بيبقى في حد ممكن يقوم بدور الاب، حد بيقوم بدور الاخ، حد بيقوم بدور الزوج، حد بيقوم بدور اخت الزوج، وهكذا. فبيبقى الادوار سهل انها تتعمل داخل المجموعه. في العلاج الزواج، مش انا قلت الوالده ممكن نعمل ايه في العلاج الزواجي لما تروح يوم مع جوزها وهو يجي معاها يوم، وهي تشوف هو بيعمل ايه، اللي هو هنا والان، ومعيشه الايه؟ الواقع، لا الهروب الى تخيلات ونحاسب على حاجات ممكن تكون قديمه وفات اوانها، او في علاج اسري. بيتم الجلسه اسبوعيا، لما بيبقى في المجموعه بيبقى جلسه ساعتين، وساعات يبقى اطول في حالات الماراثون. وقلت لكم ان انا طبيب مقيم، والمجموعه بتاعت زملائي اللي كانوا موجودين معايا في هذا التوقيت، رحنا الفيوم وقعدنا اسبوع. كان الاسبوع ده عباره عن ماراثون متصل طول الاسبوع. الاسبوع ده يبتدي الساعه 9 نخلص الساعه 2،
نتغدى ونريح ساعتين ونرجع تاني لغاية 8 أو 9 بالليل، وبعدين نتعشى وننام. ده كله كان جروبس طول الأسبوع. ده اسمه ماراثون، يعني حاجة إيه؟ متصلة. ونفس المجموعة وبتكمل نفس التفاعل اللي وقفت عنده الساعة 2 تكمله بعد الإيه؟ الساعة 5، تكمله الساعة 5 وهكذا. فطبعا الماراثون ده بقى يعني بيبقى بيطلع بقى بلاوي، والناس بقى بتطلع كل اللي جواها، والوقت كافي لدرجة إن فيه بعض من اللي كانوا معانا جالهم سايكوزس نتيجة الاسترس اللي كانوا بيعيشوه في المجموعة. طبعا الحمد لله أنا في ثبات الحمد لله. ممكن يمتد 6 شهور، يا يعني إما ساعتين يا يعني إما ماراثون، بس يبقى متقطع يعني. طبعا إحنا عدنا الماراثون ده مرة تانية بعدها بعد الأسبوع ده، بس روحنا 3 أيام بس. ممكن يمتد لسنة للعلاج بتاع الجيش أو أكتر كمان. أنا طبعا إيه؟ شايفين إيه؟ القاعة بتاعتنا؟ وكلام مع الإيه؟ مع المريضة اللي ظهرها لك. كيف يتم التدريب على علاج الجيشتالت بقى؟ هتستغرب. بيتم من خلال العمل العلاجي مع التأكيد على وعي الشخص ونموه الانفعالي وتغير شخصيته. طب ده بيتم ازاي؟ من الاحتكاك بالآخرين في المجموعة اللي بينمي العملية، أو في العلاقة العلاجية بينمي عنده العمليات الخلاقة، وده بيحصل مع التدريب. كتير من التدريب بيبقى في مجموعة، الطلاب بيقدموا أنفسهم كمرضى حقيقيين. أنتوا شفتوا مريم ونوحة ووردة مرضى حقيقيين ولا مش مرضى حقيقيين؟ أنتوا شفتوهم قدامكم كمرضى حقيقيين، لكن أنتوا بتلاحظوا. يعني اللي بيحصل هنا ده هو طريق التعليم الايه؟ التدريب على الجيشتالت. تدريب على الجيشتالت في داخل مجموعة، في مجموعة بتلاحظ وحد قاعد على الهوت سيت، واللي قاعد على الهوت سيت بيتفاعل، وكل حد فيكم قاعد بيحس حاجة في اللي هو بيعملها أو اللي هو بيعيشها المريض اللي قاعد على الهوت سيت. فعشان كده الكل بيحصل فيه تغيير، وكل واحد بيحس حاجة بتلمس جواه وبتعمل له نوع من الاستبصار ونوع من الوعي باللي جواه. ده طبعا بيبقى ايه؟ دائريا، وكل فرد بيعلم الاخر ويتعلم منه من خلال الفعل والايه؟ والملاحظة. هل يمكن ان يتم علاج الجيشتالت بصورة مختصرة؟ ممكن ولا صعب؟ احنا عملناه في 9 محاضرات كايه؟ بالتسع كايه؟ كتعليم بنشوف حالات وبعدين بنطبق عليها اللي احنا بالمحاضره، مش بنطبقها على الحالات اللي احنا شفناها. فهل ممكن يتم بصوره مختصره؟ ممكن، من خلال ان احنا نتفق مع المريض على البؤره اللي هو عايز ايه؟ بؤره التعب بتاعته اللي هيبقى التركيز عليها واللي هو عايز يحلها. يعني نحدد ايه؟ جزئيه هو هي دي اللي تعباه اكتر او عامله له صراع اكتر، ومن خلال التركيز على الايه؟ الهنا والان، مع فنيات نشطه توجيهيه زي ما بعمل مع مريم كده. انا قصدي مع ورده لما اوريها انها تفكر بطريقه الاول اورنان، يعني تكون لي كاملا او لا تكون، اللي هو الاول اور ايه. فلما بفهمها ده وبوريها لها وبكشفها لها في فنيه في العلاج، بتبتدي على طول تعرف ان دي توجيهيه، وطبعا قالت مش هعمل كده تاني، خلاص انا هقبل انه ايه؟ انه ما تبقاش الامور اول اور نان، لان الكمال لله وحده. ده العلاج المختصر. طب ازاي؟ ايه اللي تقدروا تعملوه عشان تعيشوا بفلسفه الجيشتالت؟ لانه فلسفه الجيشتالت بتخليك تعيش الواقع
تنجز أكتر، تكون نفسك، ما تكونش مخادع، ما تمثلش، ما تلبس ماسك وتستخبى بيه أو تستخبى وراه، ها؟ ما تضحكش على نفسك، تعيش حقيقتك كما تحب أن تكون. لازم تعيش في الهنا والآن. وإيه كمان؟ وتبطل تسرح في أحلام اليقظة والتخيلات. كلام صعب ولا سهل؟ كلام سهل، لكن التنفيذ هو اللي ايه؟ هو اللي صعب. يعني اسمع الكلام سهل خالص، ايش هنا؟ ايش في الآن؟ اوقف الأشياء التخيلية، لكن كل واحد فيكم لو دماغه راحت في الطراوة. اوقف التفكير في الأشياء غير المهمة. قد ايه بنستهلكه أو بنضيعه في الأشياء التافهة واحنا بنفكر فيها؟ كتير. والاخر ناخد بالنا الله ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ ها؟ وبعدين نروح مبطلين، وبعدين شويه وايه؟ ونرجع تاني، في حاجات هايفه ما تستاهلش. عبر بدلا من التلاعب. كام واحد فينا بيواجه بالصدق وبيعيش الصدق مع نفسه ومع الاخرين؟ وكم حد فينا بيتلاعب وبيلف وبيدور وبيحور؟ بالبلدي كده باللغه بتاعتكم اليومين دول بيحور. كم حد؟ ها؟ كام؟ كتير. وكل واحد فيكم لو وصل نفسه هيلاقي نفسه في اوقات كتير بيتلاعب، بيستخبى، بيبلوز الحاجات، ها؟ بيلفها لفه ايه؟ سلوفان كده، ها؟ عشان يضحك على الاخر، او عشان يضحك على ايه؟ على نفسه، لانه خايف يبقى صادق مع نفسه فيتصدم، عشان كده بيهرب من انه يتصدم فبيتلاعب مع نفسه. وعشان كده مهمة معالج الجيش صعبة جدا، لانه لازم يواجه المريض بايه؟ بده. مفيش حاجة اسمها تلاعب، مفيش حاجة اسمها تهرب بتفكير، مفيش، يعني عارفين واضح ومباشر وما بيجاملش. وزي ما قلت لكم قبل كده بيحبط الايه؟ المريض، عشان المريض من خلال الاحباط يتحقق الايه؟ النطق. فاكرين ولا نسيت؟ برضه استسلم للايه؟ للكرب والالم بنفس الطريقه التي تسلم بها نفسك للسرور. يعني ايه؟ يعني الحزن بيعلم؟ الحزن بيعلم. وزي ما بيقولوا كتر الحزن يعلم الايه؟ البكا. بيعلمنا البكا، لكن بيعلمنا حاجات تانيه. وحتى احنا ساعات قلنا في علاج الجشطه ان احنا بنقول له استنى مع مشاعرك دي وعيشها وطلعها وعبر عنها وعيشها هنا والان دلوقتي. ما نخلوش، ما بنحاولش نضحكه ولا نزغزغه ولا نخليه يهرب من مشاعره، لا، يعيشها حتى لو كانت وحشه عشان يتحمل ويقوى. فهنا لما بقول استسلم للكرب بتاعك عشان تبقى قوي وتتحمل الكرب، ما تهربش منه للايه؟ للضحك والسرور من غير ما تنضج وتستفيد منه كخبره حياتيه حاليه. تقبل ان ترفض المفروض، اللي هو ايه؟ مش احنا في البلد كده، في البلد كده نقول المفروض مرفوض، مش احنا بنقول كده؟ لكن للاسف الشديد ما بنعرفش نرفض وبنخضع للمفروض ونقعد نلوم نفسنا كل اللوم اللي بيحصل لنا ومحاسبه النفس على الحاجات اللي فاتت بتبقى كلها ايه؟ كلها هو ده، انه كان المفروض اعمل كذا وما عملتش، وكان المفروض اعمل كذا وما عملتش. كل اللوم وكل محاسبه النفس بيبقى وراها ايه؟ ان انا ما عملتش المفروض، كان المفروض، كان المفروض اعمل، كان المفروض اخلي، كان المفروض اقول، كان المفروض اتصرف كذا، كان كان كان. فكل ده ماضي. هل يتغير الماضي؟ هل هو مفيد في الجشطه؟ الجشطه بيقول لك عيش هنا ولا ايه؟ والان. فانت لما ترجع للمرفوض ودايما تفرض على نفسك وتحاسب نفسك على المرفوض، يبقى انت عايش في الماضي. هتخش في الاكتئاب، والاكتئاب ينشأ عنه وساوس وأفكار نتيجة للوم النفس. تقبل نفسك كما أنت.
كم واحد واحدة فيكم هنا قابلين نفسهم يعني ايه متصالحة معايا عيوب فيك؟ انت رد عن نفسك زي ما هي يعني مش عايزه تنضجي؟ فخلينا ايه يعني تقبل نفسك كما انت. دي مش سهله لان كتير فينا عايزين يبقوا ايه احسن، وبعدين عشان يبقى احسن يقول لك لا لازم مرضاش عن نفسي عشان ايه اطورها عشان اغيرها. ولكن عدم رضاه عن نفسه بيخلي فيه عدوان ضد نفسه، والعدوان ضد نفسنا بيعطلنا عن اننا نساعدهم، يعني بيخلينا نغرقها اكتر. يعني واحد ايه بيعوم وبيحاول يطلع نفسه، فبدل ما يعوم نفسه غرق نفسه. وانتوا عارفين اللي بيغرقوا بيغرقوا نفسه، يعني اي حد فينا لو في الميه وسام نفسه بس الميه هتشيل، ودي قاعده معروفه لان كثافه الجسم اقل من كثافه الميه، وخاصه ان في رئتين وحاجات وقولون مليان غازات وحاجات كده، فهترفع الواحد على سطح الماء. لكن محاولته انه يطلع ويقعد يهبع ومش عارف ايه، هي دي اللي بيغرقه. يعني لو قبل انه يستمر ويسيب نفسه، وتشوفه اللي بيعومه كويس بيسيب نفسه على وش الميه كده بالدقايق، قاعد على وش الميه ما بيعملش حاجه خالص، لكن الميه ايه؟ شايلاه. انما عشان واثق من نفسه وبيعرف يعوم بيعمل كده، مش كده؟ لكن خلي اي واحده ملاحظة في اي واحد فيكم ما بيعرفش يعوم وينزل الميه وفي حته غرق هيغرق، لانه هيحاول ينقذ نفسه، مع انه لو ساب نفسه بس الميه هتشيل، لكن ما يعرفش يسيب نفسه زي التاني الواثق من ايه؟ من نفسه. عرفت بقى ان مش اي حد يقبل نفسه كمان. اليوم كتب سذاجه وهي انا فاهمه انا عارفه. هل يمكن ان احنا نلخص العلاج الجيشتالت؟ ممكن نلخصه في كلمتين ولا صعب؟ كتير، لكن هنلخصه في صفحه واحده. ادي المريض بيجي يحمي نفسه من مسؤوليات الايه؟ الكبار، فيهرب بالايه؟ بالنكوص. فلما يهرب بالنكوص زي ورده كده لما بتستعيل ها وتتخانق وتعمل مش عارف ايه وتشك وغيره، فاحنا التدخل العلاجي اللي هنعمله ايه؟ هل هنعمل تدخل علاجي بهنا والان بس ولا بحاجات تانيه؟ باستبصار بتحمل مسؤوليه. احنا عملنا ده مع ورده ولا ما عملناهوش؟ انها تستبصر بانها شكاكه حصل وعاشت ده في الرول بلاي، تستبصر انه مهم قوي انها تعيش هنا والان وما تهربش بالتفكير، انها تتحمل مسؤوليه انها تحافظ على بيتها، مش ده حصل؟ طب الاستبصار يتحقق بايه؟ ماذا يفعل؟ وكيف ايه يفعل؟ مش بس كده، وبعدين مع البيئه اللي هي مقصود بيها مين؟ الزوج، بيئه اهل الزوج وحماها وحماتها، مش كده؟ واخت جوزها والجيران واهلها ومرات اخوها واختها الاكبر منها، كل دول ايه؟ كل دول البيئه. فالبيئه دي محتاجه مننا مرونه طبعا، محتاجه مننا الصلابه، ما نبقاش ضعاف في نفس الوقت اللي احنا مرنين فيه. طب المرونه هتخلينا ايه؟ نعرف نتكيف، مش كده؟ والصلابه هتدينا قدره على الايه؟ على الاختيار. ادي ملخص بتاع ايه؟ بتاع الجيش. شايفين لوحه فنيه فيها اختصار لكل خطوات الجيشتالت. ابداع. ايه بقى مزايا علاج الجيشتالت؟
اسلوب للمواجهه للمزايا، مش كده؟ احنا بنتساءل ايه المزايا عشان بعد شويه هنقول عيوب. فهو اسلوب للمواجهه والعمل ولا اسلوب للمواجهه من غير عمل؟ لا، مواجهه وعمل. وهل بيتعامل مع الماضي ولا هو بيجيب الماضي للحظه الحاليه ويعيشه في رول بلاي ويتحرر منه؟ مش كده؟ يجيبه لهنا ولا ايه؟ بيشجع على التواصل المباشر والتعبير عن المشاعر ولا بيخلينا نهرب ونطفي راسنا في الرمل ونقعد نحكي حكاوي ونعيش احلام يقظه وكلام من ده؟ حتى الحلم بنجيبه للواقع ونخليه ياخد الادوار بتاع الاجزاء اللي في الحلم كلها. يعني شاف ابوه في الحلم واخوه الكبير بيسالوا او بيتكلموا مع بعض، ها، واخته قاعده على جنب، فبنخليه ياخد دور ايه؟ ابوه ويمثله، وياخد دور اخوه ويمثله، ها، ويعمل الحوار اللي بينهم قصاد الكرسي الخالي، مش كده؟ بعدين ياخد دور ايه؟ اخته ويمثلها ويعيش المشاعر كمان فبيعبر عنها. فده بنشجعه دايما على التعبير. هل العلاج بتاعنا الجشتات بيهتم بالافكار المجرده وان احنا كده نعيش في احلام اليقظه وحلول لمشاكلنا باحلام اليقظه؟ لا، ما بيحصلش. الانتباه الى الرموز وحركه الجسم، احنا بنشوف كل واحد قاعد ازاي، بيتصرف ازاي، اللي بيبقى قافل بنقول له انت قافل ليه؟ افتح نهى وهي عملت. دي لغه جسم ولا مش لغه جسم؟ احنا شايفينها طول الوقت ومتابعينها وشايفين ان دي بتعبر عن جواها ولا لا. رفض قبول الضعف او العجز للفرد كعذر لعدم التغيير. يعني انت قادر على ان تكون ما تود ان تكونه، ها؟ ما بنقعدش نلتمس له عذر وانت ضعيف ونسانده ونعمل له صبور، بالعكس ده احنا بنحبطه عشان نخليه ايه؟ يجمد ويبقى اقوى. على العميل انه يجد المعنى لحياته بايه؟ بنفسه، هو اللي هيكتشفه، مش احنا اللي هنديها له كده على صينيه من فضه. لا، احنا ما بنقدمش في علاج الديجيتال حلول، انت اللي هتوجد لنفسك الايه؟ الحلول. في وقت قصير ممكن نكثف تجربه العلاج زي ما قلنا في العلاج المختصر بتاع الديجيتال، تمام كده؟ دي صورة لأول دفعة اتطبق عليها الـ Integrated Medical Education. أنا كنت بدرس لهم محاضرة في السوفت سكيلز، وبعد المحاضرة طلبوا إن أتصور معاهم، فدي صورة معاهم في المدرج اللي أنتم عارفينه طبعاً، المدرج اللي هو في قسم التشريح. فصورة تذكارية زي ما أنتم شايفين كده، دفعة لسه شباب مقبلين وعندهم حماس، وكان لسه التجربه كمان جديده في اولها، وانا كنت انا اللي مؤسس التجربه دي لان انا كنت الهيد اوف انتجريتد ميديكال اديوكيشن سيستم. السؤال بقى اللي بعد كده ايه؟ بدل ما اتكلمنا عن المزايا لازم نتكلم عن ايه؟ العيوب. ما هو ما حدش كامل، الكمال لله وحده، مش كده؟ لا يملك نظريه ذات ارضيه صلبه. يعني انتوا عارفين التحليل النفسي له ايه؟ نظري. والعلاج المعرفي له ايه؟ نظري. والعلاج السلوكي له ايه؟ نظري. انما ده ملوش نظريه، فما بيقولوا ان دي مخليه مش واقف على ارض ايه؟ صلبه. بيتعمد عدم استخدام الذكاء والتفكير. يعني المريض لما بيتذاكى ويحاول يوجد مبررات، أنا كمعالج ديجيتال بقول له ما تهربش بإيه؟ بتفكير وإيه؟ وسرحان في حاجات في دماغك أو خيالات في دماغك، انزل للواقع هنا دلوقتي. فبيتعمد عدم استخدام الذكاء وبيسفه التفكير. ده من العيوب. خطورة أن أفعل ما يعجبني وتفعل ما يعجبك. لأن لو أنت هتعمل اللي أنا عايزه، اللي أنت عايزه، وأنا أعمل اللي أنا عايزه، الدنيا هتبقى إيه؟ فوضى. يعني لو عندنا بيت
أسرة وفيها مراهقين 17 وحد تاني 19 وحد 14 مش كده جمال؟ وكل واحد عايز ايه؟ يعمل اللي في دماغه. لو هنا الأب والأم وفيهم بنت ولا اثنين من الثلاثة وكل واحدة فيهم عايزة تعمل اللي ايه؟ اللي هي عايزاه، والواد اللي بيكلمها على النت عايز ايه؟ عايز مقابلة، وعايز المقابلة ايه؟ تتكرر، وهي كمان بتتبسط لما تقابله. فهل هنسيب الدنيا تمشي كده؟ ولا الجشتلت ما ينفعش بقى في الحكاية دي؟ فهنا خطورة ان كل واحد يعمل اللي ايه؟ اللي يعجبه، وان يكون ما يرغب ان يكونه، لان هناك قيم وقواعد وقوانين لكل ايه؟ مجتمع، وهناك ما هو مقبول وما هو غير ايه؟ مقبول. هذا من عيوب الايه؟ الجشتلت، مش كده؟ يعني دلوقتي لما بيروجوا لنوع من الثقافة بين الجنسين، وان زواج الجنسين جنس نفس الجنس، والكلام اللي بيقولوه دلوقتي والاعلام اللي بيرفعوها اللي انتوا عارفينها بتاعت الوان الطيف والكلام ده كله، هل مجتمعنا يقبل ده؟ ما يقبلهوش. ما فيش حاجه اسمها كون كما ترغب ان تكون، لا، كل مجتمع له ايه؟ اخلاقياته وله ايه؟ قوانين. فاحنا بنتعلم من المدارس، لكن بناخد منها ما يناسب ايه؟ ما يناسب الثقافة بتاعتنا والمجتمع بتاعنا، لان احنا عايزين الشباب بتاعنا والنشء بتاعنا يبقى متكيف ويبقى ناجح ويبقى مبدع في نفس الوقت. فاحنا بنديله منها اللي يخليه يبقى مبدع وناضج، لكن ما نديهوش اللي يخليه ايه؟ يتمرد ويحطم الاخلاقيات وينتهكها تحت الستار الحرية، واعمل اللي يعجبني وانت يعجبني وانت تعمل اللي يعجبك، وكل واحد بقى ايه؟ يعني انا مثلا عايز اقف بالعربية بتاعتي في وسط الشارع بالعرض، ينفع؟ ما ده اللي يعجبني، ولا ده بيعوق حقوق غيري؟ مش كده؟ مش في مقولة بتقول حريتك تتوقف عند حدود حرية الآخر؟ مش في قاعدة أخلاقية بتقول كده؟ الجيش طلت بقى مفوت الحتة دي، فعشان كده إيه؟ دي عيب اتخذ عليه. شوفوا بقى أكتر من كده، خطر وانتهاكوا وإحنا قاعدين مع حد، خطر تلعب الإيه؟ المعالج بالعميل، ها؟ لأنه بيسيطر عليه ويبقى يخضعه في حاجات لهنا والآن، ها؟ وزي ما رانيا جا في دماغها انها تحضن العيانة، فممكن المعالج اللي قاعد قدامها راجل وبرضه ايه؟ يتعاطف معاها ويقوم ايه؟ يحضنها. طبعا ما ايه؟ ما ينفعش، ها؟ فهنا دي من الحاجات اللي ايه؟ اللي برضه متاخدة على المدرسة دي، ان المدرسة دي بتنزل للمشاعر وهنا والآن ونفذ. لا، خلي بالك عشان ما ايه؟ ما تروحش في داهية. طبعا الجشتلت بتشوف ان الفرد المثالي ما ياخدش مسؤولية اي حد تاني. الله، يعني الاب والام ما يربوش ولادهم بقى، ها؟ يسيبوهم كده كل واحد يعمل اللي عايزه زي ما بيحصل في امريكا، انتوا عارفين الحكايه دي؟ واحد زميل لنا كان في امريكا مده سنه اعاره، وكان معاه ولدين، ولاده ومراته في مده السنه دي، وبعدين ايه؟ بيضرب الواد كده في الساعه، جرحت الواد هنا في ايه؟ في الجبهه كده. الواد راح المدرسه ثاني يوم، قالوا له ايه اللي عمل فيك كده؟ قال لهم بابا كان بيضربني في ايه؟ فعمل كده. قبل الواد ما يروح من المدرسة كان في بوليس وتحقيق في البيت مع الأب. إزاي عملت كده؟ ولو عملت كده تاني إحنا هناخد العيال منك ومش هت إيه؟ برغم إن العيال دي ما
مصريين بشهادة ميلاد مصري، ها؟ لكن على أرض إيه؟ أمريكية، فلازم إيه؟ الأب يخضع للقانون الإيه؟ الأمريكي، اللي هو عدم ضرب الطفل. مع إن إحنا هنا نقول اضرب عيلك واحسن أدبه ما يموت إلا انفروا أجله، مش كده؟ يعني هو كده؟ وبنقول إدي الواد العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الواد لاستاذه ولو يضرب عشان ينفع. وامي الله يرحمها كانت تقول لي الكلمه دي. كل الشيخ اللي كان بيحفظني القران والاستاذ تاني اللي كان بيعلمني الحساب والخط والاملاء قبل ما ادخل الازهر كانت تقول لهم كده، ادي الواد ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الواد لاستاذه ولو يضرب عشان ينفع. كانت دي بتاعت سرية حلمي اعتقد او حاجه كده بتغنيها زمان وكانت مشهوره، فكانت تقول له كده اضرب، فياما اتضربت بس الحمد لله ضرب كان مزيكا. فعشان كده مهم طبعا ان احنا نربي اولادنا ونربيهم على قيم مجتمعنا، وان احنا نبقى حريصين على ايه؟ على مستقبلهم. يعني ما يبقاش ما تصلش الى الخنق والى اللي بيحصل من بعض الاهل من انه يبقى فيه ابيوز للاطفال، لكن يبقى فيه دايما حرص على مصلحته. اهو ماذا لو مارس الجشطلطيون علاجهم النفسي مع السايكوباتيين في السجون؟ تعرفين السايكوباتيين؟ اللي هم ايه؟ الانتي سوشيال بيرسوناليتي اللي موجودين في السجون. هيحصل ايه لو الجشطلطيين راحوا السجون وقعدوا يعالجوا في المساكين دول؟ هيخلوا السوبر ايجو عندهم يتحسن ولا هيخلوهم يطلعوا مجرمين اكتر؟ افعل ما يحلو لك. فعشان كده طبعا في هجوم على الايه؟ اهو شوف الكلام. فأي نوع من المجتمع سوف يخلقون؟ ده تساؤل. يعني القشطلط حلوة وجميلة وبتعجبنا وبتدينا كده مساحة حرية حلوة كده وحاسين إن إحنا ممكن يعني نعمل اللي إحنا عايزينه، لكن لا، عندك حريتك تتوقف عند حدود حرية الآخر. تأكيد القشطلط على الوعي ومساندة النفس والمسؤولية بيعظم من دور الفرد منفصل عن الايه؟ عن الناس، فكأنها بتنمي الايه؟ الأنانية على حساب الايه؟ المجموع. فدي ماشية مع السياسة الرأسمالية، صح؟ الرأسمالي ما يهموش غير ايه؟ مصلحته، والإقطاعي كان مستقبل الايه؟ كانوا بياخدوا العبيد من افريقيا، فاكرين؟ الزنوج ياخدوهم من افريقيا وشغلوهم في الارض، فده ماشي، الكلام ده ماشي مع الايه؟ مع الاقطاع والراسماليه. طبعا هي مركزه على انا، وانا لن اعيش في توقعاتي. مش كده يا جمال؟ مش يقول لك كده المراهق، يقول لك كده، يقول لك انا لا اعيش في توقعاتك. سرعة بدل اغيار. ايوه. ويستبعد الايه؟ بتستبعد النحن وتركز على الايه؟ على الانا. والانا خطورتها انها تصنع الانويه اللي هي الانانيه، وان كل واحد يبقى لنفسه، يبقى ما بتخلقش مجتمع ايه؟ صحي. والصوره دي طبعا بتفكرنا، شايف صلاح؟ ها؟ نور الصوره اهو، شايفين كلكم منورين ازاي؟ ما شاء الله. بعضكم مش موجود لكن بعضكم موجود، يعني في ناس موجوده هنا من الصوره دي يفتكروها ذكريات جميله للقاعه بتاعتنا اللي نأمل ان احنا نروح لها قريب ونعود الى نيل مصر العظيم اللي مريم بتحب تقعد قدامه، وانا كمان بحب النيل قوي وبعشقه، وبعشق اغنيه عبد الوهاب لما يقول سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير ان يغني يعني زي بيعزف الايه؟ للنخيل. يعني قصيده هايله جدا
بتاعت ايه؟ النيل لمحمد عبد الوهاب. اسمعوها عشان تحبوا الى اثار مصر العظيمه التي يعشقها العالم واشكركم.